اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. العلاج السريع لأعراض الإصابة بالعين أو الحسد في لحظات بإذن الله تعالى. السلام عليكم إخواني في الله، أقدم لكم اليوم رقية سريعة وعاجلة لعلاج السحر والحسد للكبار والصغار في ثانية واحدة بإذن الله. نبدأ على بركة الله الرقية كالتالي: يقرأ على المحسود أو المسحور أو المعيون ما يلي: أولا بسم الله، اللهم أذهب حرها وبردها ووصابها، قم بإذن الله. ثانيا ثم يقرأ المعوذتين وهما سورة الفلق وسورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. ثالثا يقرأ هذه الكلمات المباركة: بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وصلى اللهم وسلم على أشرف الخلق أجمعين وآل بيته الطاهرين. الرجاء منكم ترك تعليق بالصلاة على سيدنا محمد شفيعكم يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل الفيديوهات والإعجاب بالفيديو.